أهلا بكم مشاهدينا في أجواء رائعة جدا، نتمنى بأن تكون المباراة مثيرة أيضا. سنكون مع حضراتكم من كابينة التعليق، وحديثكم فارس عوض. الكل هنا في انتظار انطلاقة هذه المباراة ضمن بطولة دوري المحترفين السعودي. فريق النصر السعودي في مواجهة الشباب السعودي، مباراة مثيرة، الكل متحمس لمشاهدتها، ونتمنى بأن تكون على قدر التوقعات وعلى مستوى الحدث. انطلاقة المباراة بأقدام لاعبي النصر، بيعدي فيها من المدافع، لمحة فنية، لقطة من لقطات المباراة. انظر إلى الضغط العالي بكفاءة في الثلث الهجومي. الله على قطع الكرة، دفاع ممتاز في هذه اللقطة. إذن حكم المباراة يحتسب تسلل، لأن اللاعبين كانوا قريبين جدا وكانوا على خط واحد. هجوم للنصر، أرسل الكرة على القائم البعيد. لويس غوستافو، تسديدة لكن جانبية بعيدة عن المرمى. تدخل رائع في توقيت مثالي. كريستيانو، مرة أخرى مع رونالدو، ممتاز التصدي، برافو حارس المرمى، يستحق الإشادة. الله على التصدي لهذه الكرة، تعامل جيد في إبعاد الضربة الركنية. ينطلق الآن نحو العمق، انتهت المحاولة، الكرة مع الفريق الآخر. مساحة على الطرف، قد يستغلها فريق الشباب. بكرهها الصح، خلص الكرة في اللقطة الماضية. وانتهت الخطوط، خطأ في مكان خطير. أوهو، الهدف الأول لمصلحة الضيوف، يفتتحون التسجيل أمام الغريم. أي أجواء بمنعطف آخر في هذا اللقاء. والآن مع إعادة الهدف التسديدة، ضربة بطن القدم، تكنيك رائع جدا، وتسكن هذه الكرة في الشباك بعيدة عن المتناول. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. القحطاني، الله على كرة بينية، التصدي لم يبعد الخطورة كاملة. ممتاز حارس المرمى، صاحي في كل لقطة، هذه المرة كانت سهلة، في نفس المحاولة قام بتصدي ممتاز في لقطة كانت فرصة للتعادل. كرة للتعادل الآن، يا رب يعودون في النتيجة، هدف التعادل يأتي. نشوف الهدف مرة أخرى، هجمة مرتدة سريعة ومنظمة، كان على مسافة قريبة جدا من المرمى، حط الكرة بسهولة. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. حكم يعطي الأفضلية لنادي الشباب. حلو المدافع، استخلاص لهذه الكرة بتدخل ممتاز. الجماهير تنتظر تصويبة، فرصة لهجمة مرتدة في هذه اللحظات. كرة بتضرب الخط الخلفي،
تصدي في منتهى الروعة، تألق كبير من حارس المرمى، يحكم الله على التصدي. يرسل لك كرة لوسط المنطقة، الخطورة مستمرة بعد هذا الإبعاد الخاطئ. تأتي الصافرة لتعلن عن نهاية الشوط الأول. ركلة بداية الشوط الثاني لنادي الشباب. الله على التمريرة، هل تستغل هذه الفرصة؟ كرة مقطوعة، محاولة بتتخلص بشكل ممتاز، برافو في اللقطة. رائع الضغط العالي، هل تستغل في هذه اللحظات؟ الكرة بتروح، أصبحت خطيرة جدا على الفريق. الله على الكرة الرأسية، على الارتقاء، على الضربة، يا لعيب يا لعيب. راح نشوف إعادة الهدف، واللي بدأ بكرة عرضية مثالية ورأسية رائعة، لم تترك لحارس المرمى فرصة للتصدي. النصر متأخر في النتيجة، والضغط العالي يستمر، واستخلاص لهذه الكرة الآن. غونزالو مارتينيز، تدخل مثالي في داخل ال 18. بداية محاولة مع رونالدو، لكن الخطورة لا تستمر بعد الآن وتنتهي المحاولة. الثلث الأخير من هذا اللقاء يبدأ في هذه اللحظات، المتبقي فقط 30 دقيقة. ضاعت الكرة على الشباب. كريستيانو، تاليسكا، الله على التنفيذ، فعلها من جديد، سجل مرة أخرى، لا أحد يستطيع إيقافه هنا. رح نشوف الهدف مرة أخرى بداية من هذه التمريرة البينية، ثم شاهد الإنهاء المثالي للكرة. لا يهم الضغط، التعامل مع الموقف كان بشكل احترافي جدا. لقاء في قمة الإثارة، الفريقين يقدمان أداء يرفضان من خلال الخسارة في مباراة اليوم، والتعادل يسيطر على مجريات هذه المباراة. كريستيانو بيعدي بشكل ممتاز، يا عين يا كريستيانو، تصويبة لكن الخطورة تنتهي عند الحارس. تنفيذ الضربة الركنية في وسط منطقة الجزاء، تصويب على المرمى. أوهو، لا يتراجعون، لا يكتفون، يبحثون عن المزيد، هدف آخر يوسعون به الفارق في ظرف دقائق بسيطة. لم ينتهي الاحتفال الأول إلا باحتفال ثاني. شوف اللقطة، الله على الكرة، الحارس ما كان عنده فرصة، ما كان في مجال لإيقاف هذه الكرة. لحظات درامية مع اقترابنا من نهاية المباراة، والنتيجة ربما تكون حسمت الآن. نواف العابد، نادي الشباب يهاجم في هذه اللحظات، لكن كرة لا تحقق المطلوب، وهجمة بتضيع. استعادة للكرة بعد ضغط عالي ممتاز. أيها الكابتن، هذا يا الله، على هجوم وعلى ضغط، هدف بعد هدف يؤكد التفوق والتقدم. متابع إعادة الهدف من جديد، خطأ كبير من الدفاع بسبب الفقدان غير المقبول للكرة في الثلث الدفاعي أمام المرمى. بعد هذا الهدف أعزائي المشاهدين، نتيجة هذه المباراة 4 أهداف لهدفين. المباراة تدخل في دقائقها العشر الأخيرة. تاليسكا، رونالدو، فرصة هدف. راية وتسلل رغم تسجيل الهدف، لكن كان هناك إدراك من البداية بأن الكرة تسلل، قد واضح للجميع.
التمركز الجيد والساحدة في قطع الكرة. الوقت المضاف هو دقيقتين لهذه المباراة. نهاية هذا اللقاء بفوز النصر بالدربي. فوز لم يكن بفارق مريح، لكن لا يمكن أن نقول بأنه لم يكن مستحقا. إجمالا كان الطرف الأفضل في هذا اللقاء. ما قدم في مباراة اليوم أداء كان استثنائي حقيقة. نجح في تسجيل هدفين في مباراة اليوم، ساهم في فوز فريقه، كان واضح عليه الثقة وقدرته على مساعدة زملائه في أرضية الملعب.